من أهم أساليب الطاقة البديلة أو يلي ما بتستخدم الفيول طاقة الرياح يلي تعتبر طاقة حركية ممكن استخدامها لتوليد الكهرباء أو لتشغيل طاحون. هي من أسهل مصادر الطاقة المتجددة واستغلت عدة مدن عبر التاريخ طاقة الرياح خاصة بالعصور الوسطى لطحن الحبوب، وعم بيزيد استغلالها اليوم لتخفيف من تلوث البيئة والانحباس الحراري. طاقة الرياح ممكن تغذي شبكات الكهرباء المحلية وبتوفر الكهرباء للبيوت الريفية. مين قال إنه استخدام طاقة الرياح خلال السنوات الماضية أدى لخفض نسبة 26% من كمية الـ CO2 على مستوى العالم؟ أنا قال بشوفكم بكره.